ما تخافيش دول اصحابي. ما قلتليش هتعمل ايه تاني؟ هعمل حاجات كتير. ايام زمان هترجع، هنغنغك فلوس. انا برسم على عمليات كبيره كبيره قوي. انا خايفه لا يقبضوا عليك تاني. ولا الجن الازرق هيعرف يتلم عليا، وكمان الملف بتاعي حرقته. بس انا شفت الصول بتاع المؤسسة عند مامتك. رضوان؟ ايوه. يعمل ايه هناك؟ هو